السلام عليكم. دلوقتي هنعمل تطبيق بسيط جدا على بكتو بلوكس، مجرد ان انا لما ادوس على الاسهم الشكل يتحرك معايا. فهقول له هنا بلوك كودينج، ده الشخصية ديت. تمام، انا عايز اول ما ابدأ هو يبقى موجود في الزيرو زيرو. اول ما ابدأ دي معناه ان انا اخش على ايفنت. هقول له اول ما ندوس على علامة البداية اظبط لي بقى الاكس والواي، اقول له set x to و set y to، واقول له 0 0. انا ده 0 وده 0. لو جيت دوست هنا هيروح هو للزيرو زيرو على طول. طيب وفور ايفر بقى اهوت، هنقول له روح للاكس والواي. يعني اول ما نفتح هو يظبط الاكس والواي ويروح ل الاكس والواي بالشكل دوت. ده الاكس وده الواي. طيب هبدأ بقى احط لكل سهم الحاجة اللي هيعملها. فهاجي هنا اقول له انا عايز مثلا اول ما اضغط على السهم، اول ما اضغط على هنا اعمل لي السبيس. فانا هقول له انا عايز اب الراو. يحصل ايه بقى لما اقول له اب؟ يبدا ان هو يروح لي فوق، يروح فوق اللي هي ايه، ان الواي ده تبدا انها تزيد. يبقى اب الراو اقول له set y change y by 10. يبقى انا كده اول ما هدوس لفوق هيبدا يتحرك معايا لفوق. طيب هاجي هنا بقى واقول له خد ده وخليها داون. طيب لما يكون داون يبقى ده بالسالب، فهاجي هنا اقول له ده بالماينس، بحيث ان انا لما اجي اشغل تاني اقدر اخليه يتجه لتحت. طيب لو انا قلت له بقى طب انا عايز يمين رايت، الرايت المفروض بقى ميبقاش الواي، يبقى ايه؟ يبقى الاكس بمقدار الموجب. طيب ولو انا قلت له بقى سالب الماينس ليفت ماينس بالشكل دوت. دلوقتي خلاص انا بدوس على السهم اللي فوق شمال، كل ما ادوس اي حاجه بيبدا ان هو يتحرك معايا بالشكل دوت. فانا كده عملت الكود اللي خليه يتحرك. بعد كده ممكن ان انا اسيفه، اقول له انا عايز اعمل سيف تو ماي كمبيوتر، ونشوف بقى هنسميه ايه كده. يبقى لو انت مسطبه عندك على الكمبيوتر تقدر ان انت تحمله، اللي بتاعه اس بي 3.